السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير، نتمنى ان شاء الله فيديو تاع نهار اليوم يلقاكم باحسن الاحوال. يعني اليوم ان شاء الله جيت نشارككم وصفه رائعه بنينه بحشوين مختلفين، حلوه من اروع ما يكون. جربوها وعينيكم مغمضين قدام شوفوا فيديو تاع نهار اليوم وشوفوا وصفه تاع نهار اليوم. نقول لكم البنات ما تنسوش الصلاه والسلام على رسول الله، وكذلك ما تنسوش بلي جيم ولي كومونتير ولي بارطاج، هكا تحفزوني اكثر واكثر. نبدا بسم الله على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. نبدا بسم الله على بركة الله بالمقادير. شنو نحتاجو؟ عندنا 500 غرام تاع زبدة طرية، عندنا 3 حبات بيض، عندنا 6 مغارف كبار تاع فلون بدوق الكراميل، عندنا 3 مغارف كبار تاع سكر ناعم، 3 مغارف كبار تاع نشا اللي هي مايزينا. وبطبيعة الحال نحتاجو الفينة اللي هو الطحين، ونحتاجو عدل الكراميل. هنايا بالنسبه للسكر يقول لكم اختيار، تبغوا ديروا حوالي كاس تاع سكر فلون بذوق الكراميل يعطيها ذوق رائع، كيما ماكش عندها فلون بذوق الكراميل تقدر تستغنى عليه وتعوضه بكاس تاع سكر ناعم. نروحوا دروك طريقه التحضير. اول حاجه نديروا الدهن تاعنا ونحطوا الفلون بذوق الكراميل، غادي يعطينا كيما حنا نقولوا الفوطة الكراميل، يعطينا واحد البنه شابه للوصفه تاعنا، وكذلك يعطينا واحد القرمشه رائعه. ونضيف لها السكر ناعم، وكذلك نضيف 3 حبات بيض يكونوا كاملين، ونضيف عطر الكراميل اللي يعطيها يزيدها بنه على بنه حوالي ملعقه صغيره. دونك شنو غادي ندير في هذه المرحله؟ نخلط جميع المقادير جيدا بالباتور حتى يندمجوا مليح مع بعض. انا باش ما ندير لكمش الحس غادي نقطع ونخلط ونولي معكم. هنا ثاني كاينه ملاحظه اخواتي، لازم عليكم تخلطوا مليح بالباتور باش هذاك السكر يذوب لنا كامل تاع الفلون ويندمج لنا مليح مع المقادير. انا غادي نخلطهم ونولي معكم. هنا بعد ما خلطت المقادير جيدا ومرة على مره لازم تتاكدوا باللي هذاك السكر تخلطنا مليح بهذه الطريقه. نتاكد دونك شنو غادي نضيفوا لها، نضيفوا لها 3 مغارف كبار تاع نيشا اللي هو مايزينا حوالي نصف كاس. خلطوا مليح، نعاودوا خلطهم بالباتور ونولي معاك نحطهم برا بالملعقه ونخلطهم بالباتور ونولي معاك. هنا بعد ما تاكدت من ان المقادير تخلطوا مليح مع بعض، دونك شنو نجيبوا في هذه المرحله؟ نجيبوا الفاينه تاعنا ونلموا العجين تاعنا حتى تحصلوا العجينه تكون طريه. هنا بالنسبه للاخوات اللي سقسوني على خميره الحلويات، انا كي ندير لي طارتولات ولا لي سيكار ولا ما نديش فيهم خميره الحلويات، انا غادي نلم بهذه الطريقه حتى تحصل العجينه تكون طريه وما تكونش لاصقه اليدين ونولي معاكم. هذه هي العجينه تحصلت عليها تكون طريه ما تكونش تلصق في اليدين. دونك نجيبوا ليمون اللي غادي نخدم بهم، انا غادي نخدم بهذا، اخترت الليمون يكون شويه صغير باش ندير حبه فوق حبه بهذه الطريقه. المهم طريقه سهله واي واحد قد تخدمها، انا هذه هي طريقتي. ندير هكا حتى نعمر الليمون تاعي بهذه الطريقه. انا نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات اللي عندي. نحاول انني نخلي الفيت فلوس باش نحشيها. هنا بالنسبه للاخوات لو كنتي مبتدئه او اول مره ديري هذه العجينه، من الاحسن انك تثقبي الحبات تاعك كما انا راني موالفه في الخدمه ما نثقبهمش، وملي تكون خالطه وكاع ماذا بها تثقبها. انا غادي نكمل بهذه الطريقه، نكمل كامل الحبات باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ومن بعد نتلاقوا مع بعض باش نشوفوا الكريمه اللي تجي اكثر من رائعه اللي غادي نحشي بها هذه الحلوه تاعي. دروك بعد ما طابوا لي طارتولات تاعنا دروك نقعدوا مع بعض نخدموا الحشو الاول. الحشو الاول غادي نخدموه عباره عن كريمه الزبده بصح بطعم رائع وبنين بنين بزاف. شنو نحتاجوا مقادير؟ عندنا 250 غرام تاع زبده اوبلين ولا اي نوعيه دهان تبغوا تخدموا بها. نحتاجو حوالي 3 مغارف كبار تاع كريم شانتي غبرة، نحتاجو كيس تاع سكر ناعم، نحتاجو كذلك حوالي 3 مغارف كبار مملوئين جيدا تاع طوفيا كراميل، ونحتاجو كذلك كمية من الجنجلان اللي يكون محمص. هذه كمية تاع الجنجلان اختياري، تبغو ديروها تبغو ما ديروش،
كل وحده والذوق، هذه اختياري. المهم هذه الكريمه تقدو تحشو بها لي طارتوليت، كما كذلك تقدو ديروها باش تلصقوا بها لي صابلي. اول مرحله اش نديرو؟ نجيبو الدهان تاعنا ونحطو كذلك كريم شانتيم، ونحطو تانيك نيسلي تانيك اللي غادي يعطيها وحده الذوق بنين بنين بزاف ورائع. كريمه صدقوني هادو غير جربوها وعينكم غامضين. حاوي 3 مغارف كبار يكونوا مملوئين جيدا. ونحتاجو كيس تاع سكر ناعم، وكذلك هذه المكسرات. كيفاش غادي نضرب في هذه المرحله؟ غادي نروح نخلط مليح جيدا بالباتر حتى نحصلوا على كريمه، عاد نضيفوا لها جينجلين. انا غادي نخلطها ونولي معكم. هاي الكريمه تحصلنا عليها. لازم عليكم ناكد ونعاود، لازم الكريمه تاعكم تخلطوها مليح. كل مره تخلطوا تعاودوا بالسباتي تاكدوا باللي تخلطوا، تعاودوا تخلطوا مده 10 دقائق. هنا بعد ما تخلطوا جيدا تخلطت الكريمه ولات لنا خفيفه، دوك نضيفوا لها الجنجلان. قلت لكم يكون محمص ويكون يعطينا الذوق شباب وبنه رائعه. كما نعرفوا الجنجلان يتواتب مليح مع الكراميل. نعاود نخلط خلطه زوج نولوا مع بعض باش نحشو الحلوى تاعنا. ها هي الكريمه اللي تحصلنا عليها. هنا قدامنا نوري كي نديرو نحشو، نخلطوا مع بعض الكريمه الزاويه. نروحوا نضرب كل حشو الثاني. حشو الحشو الثاني شنو نحتاجو فيه؟ عندك كميه من المكسرات الكوكا ولا كوكاو اللي عندكم متوفرين. هذا الكوكاو هنايا محمص بقشوره، حمصته مليح وطحنته شويه خشين. ونحتاجو كميه من الطوفيا كراميل. هنا دوك تشوفوني درتها في الطاوله، علاه؟ باسكو كانت بارده الاولى، كانت في الثلاجه وحاجه زوجه باش تولينا خفيفه باش تخلطنا الخليط تاعنا. دفيتها فقط باش تولي لي خفيفه. نبدو نوجدو في الحشو الثاني اللي لازم عليه يكون شويه طالق روحه باش يجينا بنين في الحلوه تاعنا. هذا هو بالنسبه للحشو الثاني. دونك وجدنا الحشو الاول ووجدنا كذلك الحشو الثاني، ولي صابلي تاعنا لي طارتوليت تاعنا راهم واجدين. دونك نولو مع بعض باش نمونطو الحلوه تاعنا. هنا الكريمه متهم في لاكوش، هذه الكريمه الاولى وهذه كريمه الزوجه. بالنسبه لي طارتوليت شوفوا كي جاو دايرين حبه قد اختها. بالنسبه للشعار قد عطات لي من حبه، هذه قد عطات لي حوالي 100 حبه، بصح شوفوا الحجم تاع لي طارتوليت جايين صغار. نتوما كل واحد يحسب المول اللي عندها. دونك اش غادي نديرو؟ نجيبو الكريمه تاعنا، نديرو طبقه من كريمه الزبده بهذا الشكل، والنصف الثاني نديرو له الكريمه هذه اللي بها بدكم ديروها شويه خفيفه. بهذا الشكل بهذه الطريقه، ونلصقوا حبه مع اختها بهذا الشكل. في نفس الوقت راني دايره كميه من الشوكولا بيضاء ندوب فوق حمام مائي باش نغلاصوا الحلوى تاعنا. انا غادي نكمل بهذه الطريقه، نكمل كامل الحبات اللي عندي ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا مرحله التزيين تاع هذه الحلوى. دروك نروحوا للمرحله تاع الغلاصه. شنو نحتاجو؟ هنا عندنا شوكولا بيضاء ذوبتها فوق حمام مائي بدون اي اضافات. من بعد زدت لها حوالي كميه صغيره من الشوكولا بالحليب كيما هكا باش تحصلت على هذا اللون. هذه المرحله اختياريه، تبغوا ديروها تبغوا تستغنوا عليها، نتوما كل وحده الذوق تاعها. كيما تعرف بلي الوصفه فيها الكراميل وكاع، فضلت انني ندير كلاصاج مايل الكراميل. دونك نروحو نبلاصو الحلوى تاعنا بهذه الطريقه كيما مولفه، كل وحده وتبلاصي الطريقه اللي تاعها، ونحطها هنا بهذه الطريقه. غادي نبلاصي كامل الحبات. بالنسبه لكميه تاع الشوكولا، هنا ذوبت حوالي 500 غرام تاع الشوكولا بيضاء، وضفت لها حوالي 50 غرام تاع الشوكولا بالحليب باش تحصلت على هذا اللون. ولا شفتوا الشوكولا تاعكم ثقيله بزاف تقدوا تضيفوا لها شويه زيت. انا غادي نغلاصي كامل الحبات ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي في صحن التقديم. وكان هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا بعد ما دات لها لمسه خفيفه من هذه الورده اللي طاتها ذوق شباب وتزيين رائع. غادي نقسم لكم الحبه باش تشوفوا الشكل تاعها كي جا داير من الداخل. صدقوني حلوه تستاهل انك تجربيها جميع المناسبات.
اقسم لكم الحبه، والحشوين يجوا من اروع ما يكون، حاجه طوب دي طوب. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوا هذه الوصفه وتردوا لي رايكم في لي كومونتير. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، نتمنى ان شاء الله تكون تخفيفه ظريفه عليكم. دونك ما عليا نقول لكم الى الملتقى الى وصفات اخرى ان شاء الله.